أهلا وسهلا فيكم، كيف حالكم؟ اليوم الموضوع رح يكون عن الخوف، ورح يكون باللغة العربية. أنا عملت فيديو بالإنجليزية بس نفس الموضوع الخوف، فتابعوا معي. Let's go. كم مرة فتوا على اليوتيوب وضغطتوا على مقطع مش مناسب لعمركم؟ أنا سويته كم مرة، وخليني أقلكم عن قصتي. أنا مرة كنت مع صاحبتي وحكيت لي عن سمارة. خليني أخبركم مين هي سمارة. سمارة هي شخصية خيالية من فيلم رعب. عارفة انه كم سمارة بتخوف، فقررنا انا وصاحبتي نشوف المقطع سوا. كنت كتير متحمسة بس كنت عم بحضر المقطع، بس بعد الفيديو خلص صرت خاف شوي. بعد وقت طويل صرت خاف كتير، انه لدرجة كنت اتخيل اشياء ما هي حقيقية، وكنت خاف كتير لدرجة انه كنت ولع الاضوية وانا نايمة وانا عايمة. وصرت سكر البرادة عشان كنت اتخيل اشياء ما هي حقيقية وبتخوف. ممكن تكونوا مبسوطين وانتم عم تحضروا الفيديو، بس تخلصوا من المقاطع عقلكم رح يوديكم محل ما مفروض تروح ابدا. خلينا هلا نستفيد من معلومات مفيدة. ما هو تعريف الخوف؟ الخوف هو شعور غير سعيد ناتج عن خطر، ألم، تحديد، ضرر. طيب شو بنقدر نعمل قبل ما نحضر مقطع ما هو مناسب؟ ارجوكم فكروا كتير قبل ما تضغطوا على الفيديو. مو مرة، مو مرتين، مو ثلاث مرات، بس 10 مرات. فكروا واسألوا حالكم، هل الفيديو مفيد انك تحضره؟ هل الفيديو مناسب لكم؟ اسهل طريقه للجواب على هدول الكويشن ask adults you trust #trustadults. نسال شخص كبير نحن بنثق فيه، نسال اذا صحي لنا لنحضر افلام رعب او نلعب العاب فيها. بعد ما بحث العلماء على الموضوع هذا وجدوا انه لما يحضر الانسان فيلم رعب او يلعب العاب فيها عنف، هذا الشعور يؤثر سلبا عن التفكير وطريقة التعامل. ليش هي خطر انه الاطفال الصغار يحضروا افلام رعب؟ لانه ما بيقدروا يفرقوا بين الحقيقة والخيال. هلأ دوركم، قولوا لنا كم مرة حضرتوا فيلم مخيف، وشو عملتوا تجاه الموضوع، وكيف كان شعوركم. شاركونا بالكومنتات تحت. إذا أعجبكم الفيديو لو سمحتوا شاركوا مع الناس اللي بتحبون عشان هني يستفيدوا من الفيديو. Peace.